أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجومي إكسترا لأخبار الفن والفنانين. هاني الحامد، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنك. الاسم عند الولادة هاني الحامد العنزي. هاني الحامد من مواليد 1986 ميلادي. عمره 33 عاما. جنسيته كويتي. يبلغ طول هاني الحامد المذيع المشهور بأنه 1.88 سنتيمتر. إقامة الإمارات العربية المتحدة. هاني الحامد من مواليد عام 1986 ميلادي، إعلامي كويتي يقيم في الإمارات. بدأ مسيرته الإذاعية مديرا على الطاقم الإذاعي في عام 2010 لإذاعة شمس اف ام، والتي اتخذت من القاهرة والرياض مقرا لها، لتصبح أول إذاعة سعودية خليجية عربية. تبث برامجها إلكترونيا عبر الإنترنت برفقة أخيه أحمد الحامد. ومع بداية منح تراخيص الإذاعة في المملكة، شارك في تأسيس إذاعة UFM وإطلاقها. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. من هي زوجة المذيع هاني الحامد؟ هاني الحامد لم يتزوج حتى الآن. بعد ذلك انتقل للعمل في عام 2011 مديرا للبرامج في إذاعة روتانا، وساهم في تأسيس الإذاعة بكل مجالاتها التقنية والفنية، وكذلك شارك في إطلاق أصوات شبابية لاقت الكثير من النجاح. وفي تلك الفترة تألق في تقديم برامج المسابقات. أما في عام 2012 انتقل إلى إذاعة بانوراما مقدما من خلال أثيرها برنامج يلا شباب، فقدم برنامج شبابي متنوع بالأخبار الفنية والأخبار المنوعة والعديد من المسابقات والمواضيع الشبابية الخفيفة. صباح الخير يا عرب انضم مؤخرا إلى طاقم برنامج صباح الخير يا عرب، الذي يقدم في الفترة الصباحية على قناة MBC1. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. خلال عامي 2013 و2014 ميلادي عمل على عدة برامج رمضانية، وهي برنامج ما يصير كذا، عرض بأسلوب كوميدي ساخر بعض العادات التي لا تتناسب مع رمضان وروحانية الشهر الكريم، وينتقد هذه الممارسات بطريقة مشوقة. I'm
قام بتقديم البرامج الناجحة خيمة رمضان، وهو عبارة عن سهرة فنية متنوعة تحمل طابعا رمضانيا وتمتد لست ساعات يوميا، حيث يتم استقبال نجوم العالم العربي ليتحدثوا عن أجواء شهر الصوم في حوار مباشر مع المستمعين الذين تتاح لهم فرصة المشاركة في الحلقات. هاني حامد: النجاح يحتاج خلطة سحرية. لم يمض على ارتباط المذيع السعودي هاني الحامد بمستمعين الإذاعة سوى سنتين، استطاع خلالهما بناء قاعدة جماهيرية تتفاعل معه في البرامج التي يقدمها. يعتبر هاني عمله مع بانوراما أبرز محطاته الإعلامية، كونه خاض تجربة إعداد البرامج وتقديمها بعيدا عن أي مهمات إدارية كما في تجاربه السابقة، ويقول: مررت خلال الفترة الماضية بكل أوقات البث البانورامي حتى استقيت في أحلى صباح. سرعة البديهة والذهنية الحاضرة والحظ الجيد، معتبرا الإذاعة الوسيلة الإعلامية الأساسية التي يصعب استبدالها مع خيارات كثيرة متوافرة حاليا، مشيرا إلى أن استوديوهات البث المباشر خرجت مع المذيعين الشباب لتواكب كل التطورات. البدائل يؤكد ما زال الناس ينظرون إلى الإذاعة على أنها شيء أساسي في حياتهم اليومية، وإن كان لكل وسيلة إعلامية جمهورها وروادها الأوفياء، ويبقى للإذاعة رونقها الخاص بدليل تسابق كثير من نجوم الشاشة الفضية ومشاهير يوتيوب. الحامد لم يتزوج حتى الآن. وبعيدا عن البرامج الاجتماعية والترفيهية، يظهر جانب آخر في اهتمامات الحامد بالشأن السياسي الذي يتابعه في شكل كبير، ويقول: إذا حمل المستقبل فرصة تجربة تقديم برنامج مناسبة في مجال السياسة، فمن الصعب علي عدم التفكير فيها جديا.